هم نفسهم اللي انضموا عشان ياخذون هذه الهويه. نعم. مال المعوقين. نعم. ياخذون الميزات اللي انتم ماخذينها. صحيح صحيح. للاسف عانيتوا منها؟ للاسف الشديد هم يعني بكثره، والان قاعد مثل ما تقول يعني يكتشفون اسماء جديده. للاسف للاسف الشديد قاعد تمثل المعاقين هم ليس ما لهم هم السابقين لهم ايادي فيها يتوسطون لهم. والله شوف انا ما ابي اظلم ولا ابي اتهم، ولكن بدام وجد اشخاص غير معاقين وعندهم كروت اعاقه او بطاقات اعاقه او شهادة اعاقه، اصبح في ناس تتدخل في هذا الامر، واصبح في ناس قاعد تساعد على هذا الفساد. اعضاء مجلس الامه السابقين وصلوا رسالتكم؟ قاموا بالدور؟ والله اعضاء مجلس الامه قاموا في الدور، ولكن احنا نبي دور دور الهيئه. يعني جزاهم الله خير الاعضاء، منهم سلم البراك ومنهم كثيرين من المعاقين الاعضاء قاموا في الدور انهم في تفعيل القانون وايدوا المعاقين في كل امورهم، ولكن احنا نعاتب الهيئه، هيئه المعاقين ليش ما قاعد تفعل بعض البنود للقانون الجديد؟ دور الاعضاء كان جيد، دورهم كان جيد امانه، جيد بالمجلس. نعم. السابق. نعم. المجالس السابقه. نعم كلها. نعم كانت الحكومه والمجلس مع المعاقين دورهم فعال جدا. بس انا اعتقدت ان دخولك او ترشيحك لانتخابات مجلس الامه. نعم. حسيت انه يعني ما كان للمجلس السابق دور من قبل الاعضاء يوصل قضيه. هو مو على دور، احنا ليش احنا رشحنا نفسه؟ لانه ما يحس في معاناه المعاقين. ممكن الاعضاء تكلموا عن المعاقين، ولكن لما يكون في هناك معاق داخل قاعه عبد الله السالم هو من يعني من يحس في هموم المعاقين ويعطي اكثر، لانه حاس فيهم، عاشرهم 24 ساعه وياهم، يعني عارف شنو المكفوف يبي، عارف شنو الصم يبي، عارف شنو الاعاقه الحركيه تبي، عارف شنو الاعاقه الذهنيه تبي، كلهم موالفهم، فعارف شنو احتياجاتهم. اما النائب ممكن يقدم لك خدمه يقوم وياك، ولكن مو حاس مثل بس ما بس ادارتكم حاس. اداره المعاقين. نعم. هي نفسها معاقه بالمبنى نفسه، الويلتشير تبي تصعد ما في مكان له، ما فكر في هالطرق الى الان، اسانسير مو. نعم. مو مفكرين فيه. هذا احنا نسمع الحكي من زمان انهم راح يشيلون المبنى وراح يكون في الشاميه، هذا الحكي نسمعه من زمان، لكن ما قاعد نرى ما للاسف ما قاعد نرى شيء. الاداره قامت بدورها معاكم؟ الهيئه. الهيئه مثل ما قلت لك، الهيئه هي مقصرة، لا الحكومة مقصرة ولا الديوان مقصر ولا الأعضاء مسلم أمانة، هذا كلمة للتاريخ، لكن في بعض البنود الهيئة مقصرة فيها أمانة. من هالبنود هذه اللي قصرت مثل قلت لك، قلت لك مثلا الحين عندك أنت عندك أهم البنود هذه، أهم البنود الحين في البند الأخير مثلا عندك 10,000 دينار، يعني في أشخاص معاقين للأسف يقول لك انت ما تستحقها لانك قاعد في بيت ابوك. زين طيب انا من حقي 10,000، من حقي اني اهيئ لي اصلا صير اهيئ لي تكرم اماكن لقضاء الحاجه. يقول لك لا، لازم تكون انت عندك تخصيص ويكون عندك بيت، يلا ان نعطيك 10,000 على اساس تسوي لك هذا. طبعا هذا يعني بحق المعاق ترى طامه كبرى امانه. زين اخوي ابراهيم، الاعضاء السابقين وعدوكم اثناء انتخاباتهم السابقه انهم ياخذون همومكم وقضاياكم تحت قبه عبد الله السالم، في حاله يوم لما وصلوا تحت هذه القبه تناسوكم. والله احنا ما نقول تناسوا، امانه النواب يعني الجميع اتفق على قانون المعاقين، ولكن للاسف ما في تفعيل جهه تنفيذيه، للاسف الشديد ما قاعد تسوي شيء، ما يعني في بنود نفذت وفي بنود للاسف. انت الان اخوي ابراهيم مدحت الحكومه، مدحت اعضاء مجلس الامه. نعم. اجل ليش انت قدمت ما دام تشوف كل شيء متوفر؟ نعم لكم. نعم نعم، انا مو عن مدحت، انا قاعد اقول لك هم وصلوا، لكن هل في اهتمام للأخير؟ ما كملوا الطريق، ما كملوا الطريق. احنا ودنا ان 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 تصير يعني ضغوطات كامله على الهيئه على اساس تنفذ جميع بنود القانون اللي اقره صاحب السمو امير البلاد. يعني القانون نعم فعل، لكن في بعض القوانين لم تفعل امانه. انت ذكرت النائب مسلم البراك انه تبنى. نعم. قضيتكم، هل. نعم. كمل الطريق معاكم؟ مسلم ابو محمود ما قصر امانه الى النهايه، ولكن تدري انت في المجلس يعني صارت بالامور بالاونه الاخيره صارت الامور شويه دربكه ومشادات وكذا، يعني وقف العمل في هذه القضيه. رجعت الى احد اعضاء مجلس الامه؟ للاسف الشديد فينا من اخوان من يلجا الى 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 اعضاء مجلس الامه متخصصين في هذا العمل، ويعني امانه اعضاء مجلس الامه ما قصروا ويانا، ولكن مثل ما قلت لك الامور اللي صارت الاخيره، وايضا دور الهيئه لم تفعل دورها امانه، يعني بـ 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 في بعض القوانين لم تفعل من الهيئه. انت متحامل على الهيئه
اخوي ابراهيم؟ طبعا طبعا طبعا، لان الهيئه بيدها القرار. وصل معاناتك عبر شاشه يعني انا قاعد اقول يا 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 هيئه، يا هيئه المعاقين، انت بيدك القرار، يعني الجهه التشريعيه، الجهه التنفيذيه التشريعيه اقرتها، الجهه التنفيذيه اقرتها، يعني بيد 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 الهيئه. الهيئه اقوى من التنفيذيه والتشريعيه للاسف، لم تنفذ، يعني بيدها القرار، الهيئه بيدها القرار. وليش ما تنفذ اذا الجهه؟ هذا السؤال، ليش ما قاعد تنفذ الهيئه؟ ليش ما قاعد تنفذ؟ ليش قاعد يعني ما يعني مو لاقي جواب امانه. انا كل ما قاعد مع شخص متخصص يقول لي الهيئه 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 الهيئه، فما ندري منو. خل ردك على الدائره الرابعه. تفضل. دائره يمكن قلنا شبه محسومه. نعم. اكثر المقاعد لابناء. نعم. القبائل لكثرتهم. نعم. هناك. صح. حكم انك انت ابراهيم اخوي ابراهيم. نعم. من اخواننا الحضر. نعم. الحضر لهم يمكن 7000 صوت تقريبا. 8000 صوت. نعم. شنو انت لمسته لما زرت او بديت؟ والله استاذي انا يعني ما ابي اقول انا من الحضر ولا انا من البدو، انا كلنا ابناء الكويت، بس احنا نقول على الواقع. نعم. اللي قاعد الواقع على الواقع. طبعا احنا من خلال نزولي لانتخابات مجلس الامه امانه يعني اردت من هذا النزول هو يعني رساله، ابي اوصل رساله ان من حق المعاقين او من حق المعاق انه يرشح نفسه، لانه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وان له الحق بصنع القرار، وان له حق بكرسي في قاعه عبد الله السالم، لانه واحد من ابناء هذا الشعب. هالرساله هذه انا قاعد اشجع فيها مو نفسي بس، اشجع انا ايضا اخواني من المعاقين الاعاقات الاخرى، يعني الاعاقات الحركيه، الكل متردد. ما صار ترتيب بينكم؟ والله انا ابلغت جمعيه المعاقين او نادي المعاقين. نعم. سمعت مع بعض. نعم. زكينا اخونا ابراهيم انه. نعم. يوصل رسالتنا. انا طبعا صارت اتصالات معاي مع جميع الاخوه، وعلى راسهم اخوي علي ثويني وعلى ونادي الصوم وبعض الاخوان اللي يعني المبدعين من المعاقين، امثال ناجي الحاي وامثال يعني كثيرين من ابنائنا من اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه، والكل شجعني وشد على ايدي قال لي توكل على الله واحنا وياك. وانا اتمنى انه مو بس انا، اتمنى حتى يعني من اخواني الكثير من جميع الدوائر انهم يرشحون نفسهم، لان هذا حق من حقوقهم، ولا يقول والله انا بالكرسي ولا يحط عوائق حقه، لا بالعكس هذا حق من حقوق. ترشح كونك مواطن كويتي، من حقك ترشح تطرح قضيتك. هدفك اخوي ابراهيم الوصول او انك توصل قضيه؟ والله احنا هدفنا الوصول وهدفنا نوصل قضيه. نعم. لان من خلال وصولك للمجلس انت راح تكمل هذه المسيره، وراح يعني تكون انت اقرب من اي نائب من الموجودين في قاعده عبد السالم لاخوانك من ذوي الاحتياجات. راح تتحالف مع احد بالدائره؟ والله الى الان ما بين شيء، الى الان ما بين شيء، فان شاء الله تتحالف مع احد من يسعدني احد من ذوي الاحتياجات الخاصه ام الاصحاء برايك؟ والله بالعكس الاثنين الاثنين الاثنين. إيه؟ اذا كان في مصلحه. شو تتمنى من وسائل الاعلام تضامنيا مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ شوف وسائل الإعلام أنا اليوم كله أمدح وسائل الإعلام. أنا استغربت. أيه؟ مع العلم أن. أيه؟ لكم معاناة، لكم هموم، أتمنى أنها فرصة أنت تشرحها عبر شاشة. همومنا مع الهيئة، همومنا ليست مع الحكومة وليست مع المجلس الأمة أمانة. الكل أدى دوره، لكن إحنا نقول للهيئة أدي دورك. يعني في بعض الإخوان من المعاقين مستائين أمانة، مستائين يعني مثل ما قلت لكم نهاية الخدمة اللي هو التقاعد للأم للأب. عندي أنا مشكلة واحدة من الأمهات عندها ولد مريض بالداون ساندروم، عمره يمكن ما يقارب 4 سنين تقريبا. هذا الولد كثير ينحاش يهرب من البيت يعني، فهي موظفة في وزارة الصحة ممرضة، فمو راضين يعطونها حتى تقاعد طبي ولا ساعتين ما توفي ولا يعطونه، ما توفي معه الولد كثير يعني ممكن في اي لحظه ينحاش. حاله خاصه يعني. حاله خاصه حتى الخدامه ما تقدر عليه. فهذا يعني في امور وايد كثيره يعني، حتى انا راح اتطرق حتى على موضوع المكفوفين. يعني في واحد من ابنائنا ناصر المرزوق، واحد من عيالنا، يقول احنا نتمنى احنا كونا كمكفوفين نتمنى ان نروح مطعم، نروح سينما، نروح اي مكان يعني لنا المنيو احنا نطلبه. ليش النادي السايق او النادي واحد من متال شنو مكتوب، او اللي في المطعم يقول لك مثلا كذا؟ نتمنى ان في اهتمام من الدوله انه يحطوا لنا مثلا ورقه خاصه فينا في المكفوفين، نطلب احنا نطلب. بس الحكومه ما قصرت اخوي ابراهيم، اعطتكم. نعم. نادي المعاقين. نعم. اعطتكم بطاقه خصم للخطوط. نعم.
الكويتية نعم. أعطتكم ميزات يعني بدتكم أولوية في الإسكان 3 سنوات مقدما نعم. يعني احنا ما نقول قصرت، احنا نقول نتمنى للمزيد، نتمنى مثلا خدمة للمعاقين للمكفوف. الحين ما شاء الله قرروا للمكفوف مثلا دخول السينما ببلاش لأنه ما يشغل كرسي في السينما. إنزين ليش ما يكون المكفوف مسكين أو يكون لا اسمح لي بالكلمة المكفوف وليس مسكين ايه مو قدرة لا الله لا أقصد مو مسكين يعني, يعني ليش ما يوصف مثلا حال المعاق الحركي، ليش ما يكون هو يعني يدخل السينما فري او نص تذكره مثلا؟ هذا يعني قاعد اقول لك قانون ناس مجلس ادارتهم طالبوهم خاطبتوهم يعني انا لاحظت شغله مفارقه عندكم صبر. جمعيات كثيره وانت مثلا رئيس مجموعه همتنا نعم. ديرتنا نعم. وهناك جمعيات اخرى نفسك مو مشهره، شو السبب كثره هذه؟ انا اقول لك شوف احنا 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 اكثر المجاميع التطوعيه للاسف الشديد غير مؤهله وغير مدروسه. يعني مجموعه شباب ومجموعه يعني بنات يكونون لهم مجموعه تطوعيه ويشتغلون باسم المعاقين، وللاسف الشديد يبعثون كتب الى تبرعات وجمعيات ويعني وتدعمهم الجمعيات ترزقون الله. اي انا ما اظلمهم ولكن غير مؤهله، يعني ما في رقابه عليها مجاميع. يعني انا لما عملت مجموعه تطوعيه كنت في وزاره الشؤون في قطاع الرعايه الاجتماعيه مؤهل، لكن في بعضهم الاخوان للاسف لا يجي من 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 من, من برا ولا برا ويعمل له مجموعه تطوعيه ويشتغل. اخوي ابراهيم شنو الشيء المميز اللي شفته بالكويت للمعاقين؟ شيء قدمته للكويت للمعاقين عفوا مميز يعني شوف عن الدول الثانيه. شوف انا صراحه استانست في عمل يعني الأستاذ أبو مشعل الرشيد لما فكر في عمل بوم لزيارة جميع دول العالم ودعمه سمو الأمير صاحب سمو أمير البلاد المفدى الله يطول بعمره الشيخ صباح أحمد جابر صباح، دعمهم في 1,000,000 دينار لإقامة هذه الرحلة. هذا جدا شيء راقي أمانة، أفرحنا لأن في يعني الكويت قاعد تهتم في المعاقين، قاعد تهتم في أي عمل يقومون فيه المعاقين قاعد تبرز. لكن في بعض للأسف الشديد يعني مغمورين، مثل عندك الفنان التشكيلي ناجي الحاي معاق حركي مبدع وعالمي القلاف والقلاف كرياضي مغمورين. انا اسمع بالقلاف ان الان يلعب في امريكا ويمثل اعتقد امريكا، انا سمعت كذي ما ادري. اشوف فريق نعم. عندكم فريق السله حق نادي المعاقين ياخذ بطولات أبطال ياخذ في الالعاب قوه بعد ابطال. لكن يعني سبحان الله في شيء مميز وفي شيء مغمور للاسف الشديد. نادي المعاقين قايم بدوره معاكم؟ انا ما لي علاقه في نادي المعاقين ولكن ليش انا لك علاقه يعني ماني عضو في نادي المعاقين. ما تقدمت العضويه؟ لا ما تقدمت في عضويه نادي المعاقين، ولكن ما شاء الله كاداره نادي المعاقين قائمين على 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 عملهم باكمل وجه، وما شاء الله واللاعبين ما شاء الله مميزين وابطال عالم جايبون الذهب، فهذا شيء يشكر لهم امانه كنادي المعاقين. شنو تبيه للمعاقين سياسيا؟ اتمنى انا اعلنتها في كذا صحيفه، اتمنى وصول معاق الى كرسي الى قاعه عبد الله السالم انه يمثل المعاقين، واتمنى مو بس يكون نائب، اتمنى يكون ايضا وزير. انا متضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصه للامانه وناشدت في اكثر من مره، مو عشانك انت من ذوي الاحتياجات الخاصه والله لو عندي بالدائره احد معاق ونازل لصوتي يعطيه اياه، ابي يوصل معاناته بمعنى اصح بعد. وزاره الشؤون نعم شلون تعاملها معاكم؟ وزارة الشؤون هي قائمة على عملها كون قطاع الرعاية الاجتماعية، هي يعني قطاع الرعاية فيها إدارة رعاية المعاقين وأيضا إدارة رعاية المسنين وأيضا إدارة الحضانة العائلية، قائمة على عملها بأكمل وجه كوزارة الشؤون، ولكن ما لها علاقة طبعا في كل النادي مستقل، جمعيتنا في العام مستقلة. انت ذكرتني بشغله استاذ على موضوع ال10,000 دينار. في احد الاخوان كانت عنده نزيله في قطاع الرعايه الاجتماعيه، لما سمعوا في موضوع ال10,000، لانه ما يصير اذا انت عندك نزيله في قطاع الرعايه الاجتماعيه تسقط عنك الحقوق ال10,000 او ال5,000 الاعاقه، ال10,000 او 5,000 الاعاقه الدائمه والاعاقه المتوسطه. فالاخوان الله يسامحهم، انا ليش اقول لك فينا حسره وفينا الم امانه، يعني يبي يطلع النزيله هذه من دون رعايه على اساس يستفيد من 10,000 دينار. شوف وين وصلت. شو السبب؟
اللي قاعد يسوون هذا، وين الإدارة عنها؟ وين الوزير؟ وين الوكيل؟ احنا ليش قاعد اقول لك احنا نطالب؟ لان في بعض ابنائنا المعاقين للاسف ترى مظلومين، والله العظيم في ناس ترى يعني مدفونين حتى في البيوت،